مع القراية من مدرب لمدرب وكل واحد بيجي ينصحني من حاجة، قدرت أوصل إنه والله الأكل الصحي ولا الدايت الصحيح إنك تأكل وجبات زيادة بس بكميات بسيطة. طيب منها الفكرة حقت إني بدل ما كنت أطبخ بطريقة غير صحية صرت أطبخها بطريقة صحية ببدائل بسيطة، يعني الزيت صرت أستغنى عنه، أستخدم بخاخ بديل الزيت، والمنتجات كاملة الدسم صرت أستخدم قليلة الدسم، أكثر أكل صار مشوي ومسلوق، ما أحرم نفسي لا من رز أو بطاطس أو مكرونة من إدامات، كل شيء بسويه لكن بطريقة صحية، سعرات حرارية بنص الوجبة الأساسية. انا شايفه انه انت ما شاء الله حاطط كمان صوصات، يعني الاكل مو ناشف. بالضبط، بحاول انا اغير فكره صراحه من الناس عن ضمن الاكل الاشياء اللي دائما الصحي. اسمع الاكل الناجف، لا الاكل حق الدايت دائما يجي ناشف، يعني كده ما تحسه جوسي، بالضبط، ما هو ولا حتى كده. فيه بهارات ولا هو مملح ولا ايوه هو، يا الفكره سلام. دايما. بالضبط، عشان كده بالنسبه للطعم ما ابخل انا ابدا باي نكهات، ودائما احب اجيب اشياء غريبه وجديده. يعني عندك هنا السلمون بنكهه تركيه، الشاورما كالعاده حتى ما حطيتها انها تكون سخيفه عشان لا تكون ناشفه، فاخليها شويه مليانه،